حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة المشي مع العرفج. اليوم في المشي مع العرفج في واحد من الدروس المهمة جدا. ضيفنا اللي مشى مع العرفج يرى أن المشي أو التفكير أثناء المشي يصبح أفضل، وأن هم التفكير أثناء المشي يصبح أسهل وأيسر، وبالتالي يؤدي إلى اتخاذ قرارات رزينة وجيدة ورائعة. اللي مشى مع العرفج اليوم هو صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل، وكان في درس مهم حول موضوع التفكير والمشي، تصريح أهم حول كتاب السيرة الذاتية اللي نتمنى أن نراه قريبا، وتصريح أهم وأهم حول عدم الرغبة في الكتابة في الصحافة في الفترة الحالية. خلونا نشوف كيف المشي اليوم. يمشي معي سمو الأمير أبو مريم عمرو الفيصل، اللي كان كنت أنا زميله وأتشرف أني زميله في جريدة المدينة. سمو الأمير، علاقتك في المشي، أنا أعرف أنك تمشي بس الناس أبغى يعرفون علاقتك في المشي. أنا طعمرك لازم يوميا أمشي على الأقل 40 دقيقة يوميا في كل الحالات، حر برد مطر ما تفرق، لازم أمشي. جميل. وبعدين أنا من النوع اللي إذا عندي هم أو شيء بفكر فيه ما اقدر افكر فيه وانا جالس، لازم امشي. يعني العقل مرتبط بالقدمين والمشي. القدمين. يا سلام، هذا كلام نيتشا. طيب طقوسك في المشي طال عمرك، هل تكلم في الجوال؟ هل تطمئن على الاسره؟ هل تقرا؟ هل تفكر في مقال؟ اقرا لا، لكن احيانا استمع الى كتب صوتيه. اوديو بوك. يا سلام، كم لك تمارس هذه العاده الجميله؟ الاوديو قريبا، ما هو جديد. طيب، يعني من اكتشفتها من حوالي 2-3. طيب، سؤال بعيد شوي عن الموضوع، متى يعود الامير عمرو الى الكتابه؟ احنا كنا نستمتع بمقالاتك. والله انا يسعدني هذا، وانا يعني لكن حقيقه ما عاد عندي الرغبه في الكتابه الان. بحاول اني يمكن اكتب مذكرات. يعني متى ان شاء الله نرى السيره الذاتيه لعمرو؟ لما تجهز ان شاء الله. لا بس نبغاها تجهز، نبغى يعني وقت محدد توعد المشاهدين والمشاهدات. لا ما تقدر. طيب ايش اللي حيكون العمود الفقري للسيره؟ هل هي سيرتك الكتابيه او سيره حياتك او دراسه؟ حياتي كلها والتجارب اللي مريت فيها والشخصيات اللي التقيت بها، يعني حاجه من هذا النوع. أنا سعيد يا أبو مريم إني أمشي معك، الله يديم المحبة. قول أمين. الله يحفظك. بس توعدني تمشي دائما إن شاء الله. كل ما أنت كل يوم 40 دقيقة تمشي، أحسب مساء في الأسبوع مرة أمشي معك 40 دقيقة إن شاء الله. خليها قول 40 دقيقة زكاري العرفج. الله يسعدك. كل الشكر والتحية والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل، والتعليق عندك يا دكتور. ولا أشكر أبو مريم، طبعا أبو مريم الحقيقة أنا تعلمت منه، يعني أنا كنت أكتب في المدينة وهو كان يكتب، والحقيقة مقالاته كانت تأخذ مساحة أكثر وجدل أكثر، لأنه كان جريء في الطرح. وأيضا تعرف أنت أسرة الفيصل بشكل عام متعلمين تعليم متقدم، وقال لي معلومة يمكن أول مرة نقولها على الهواء ويمكن الناس يتفاجئون فيها. قال لي أحمد أبوي الله يرحمه، محمد ابن الملك فيصل، أول واحد من الأسرة المالكة يحصل على شهادة البكالوريوس من أحفاد الملك عبدالعزيز، أول واحد يأخذ. هذه معلومة للتاريخ قالها لي. أيضا الحقيقة هو رجل عمر، رجل زي ما قال في المشي أنا انبسطت، هذا الرجل ما شاء الله استثماري اقتصادي، رجل ذكي، كاتب قارئ، متحدث جيد، فيه لمعة ذكاء حادة ما شاء الله. أنا انبسطت أنه قال أنا لا يمكن يعني أحل أي مشكلة أو أفكر في حي مشكلة، لا يمكن أفكر وأنا جالس. وهذه تصريح أنا أعتبره تصريح سنة في المشي، أنه عمرو الفيصل يقول لا يمكن أفكر وأنا جالس. هذا كلام نيتشه نفس الشيء، يقول أنا لا يمكن أفكر إلا وأنا أمشي، فعقلي مرتبط بقدمي. أنا مبسوط أنه الناس يعطون جانب المشي مو بس رياضة، حنا مخرين هو وراك تمشي وزنك كويس. لا يا أخي، هو رياضة للعقل، المشي هو رياضة العقل الحقيقية. فأنا أشكر أبو مريم وإن شاء الله وعدني يمشي، وأيضا وعدني خصني في الكتاب أول ما يطلع، حيطلع كتاب دسم، لأنه زي عمه ما طلع تركي الفيصل طلع عرضنا كتاب الملف الأفغاني، الحقيقة كان سيرة ذاتية ممتازة. أنا انتظر إن شاء الله عمرو سمو الأمير أنه يطلع الكتاب ونعرضه. جميل.